بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبدأ حديثنا في الإلكتريك ماشينز ليكتشر 1. حنبدأ كان انترودكشن. في الانترودكشن راح نتعرض ل الكونزرفيشن لو اوف انرجي. First of all you should put in your mind قانون هذا قانون حفظ الطاقة conservative law of energy. راح أكتبه هنا، وهو energy can neither be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another using appropriate energy conversion process or device. يعني الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وإنما يتم تحويلها من شكل إلى شكل آخر باستخدام جهاز مناسب لعملية التحويل. ولماذا تطرقت لهذا القانون؟ لأن الإلكتريك ماشينز هي عبارة عن energy conversion device، تحول من الطاقة من شكل إلى شكل آخر. لذلك الأوتبوت لا يمكن أن يكون أكبر من الإنبوت في الإلكتريك ماشينز. الإنرجي أوتبوت cannot be more than the energy input. راح نتعرض للبالانس إنرجي بالانس إيكويشنز. سؤال آخر ممكن أن نسأله هنا، وهو لماذا الطاقة الكهربائية هي أكثر أنواع الطاقة شيوعا؟ Why electrical energy is the most popular form of energy used؟ وهذا السؤال ممكن يسأل في interview أو بشكل عام، فنذكر الإجابة لهذا السؤال كالآتي: رقم 1، it can be transformed over a long distances or to remote load location efficiently, economically and for long distances. يعني ممكن نقل هذه الطاقة إلى مسافات بعيدة بشكل فعال وبشكل اقتصادي، لذلك هي صارت من أكثر أنواع الطاقة شيوعا. هذا السبب الرئيسي، فقط نكتبه. وهذه الخاصية للطاقة الكهربائية لا يمكن تواجدها في أي نوع من أنواع الطاقة الأخرى، لأن مسألة الكفاءة والفاعلية ومسألة اقتصادية هي عنصر هام جدا. كما نعلم أن اللوكيشنز للباور بلانتس تكون دائما بالقرب من مصادر مياه، وأحيانا المدن تكون بعيدة عن هذه المحطة، بالتالي نحتاج إلى نقل الطاقة التي يتم تحويلها إلى أماكن بعيدة. فهذه الخاصية ميزت الطاقة الكهربائية عن غيرها لهذا السبب. السبب الثاني، ممكن تحويلها إلى جميع صور الطاقة الأخرى تقريبا، أو it can be converted to well-known types of energy. electrical to mechanical. أو electrical to sound أو electrical
to, for example, chemical. كذلك electrical into light. electrical to thermal حراري، طاقة كهربائية إلى طاقة حرارية، أو أحيانا يسمونها optical. optical اللي هو ضوء، سواء ليزر أو ضوء عادي يعني. فهذا السبب كذلك من الأسباب الأساسية التي جعلت انتشار الطاقة الكهربائية أكثر أنواع الطاقة استخداما شيوعا. الشيء الثالث والأخير وهو التحكم في الطاقة، في الـ variables. الطاقة الكهربائية سهل جدا، نقول easy to control electrical variables مثل الفولتج، فريكونسي وغيرها. في هذا الكورس راح نتعرض فقط للالكتروميكانيكال انرجي كونفرجن. اذا فقط احنا حنتعرض للالكترو ميكانيكال انرجي كونفرجن. For electromechanical energy conversions, we find the application in the following three categories. First of all, the transducers. The transducers are عبارة عن devices for obtaining signals for measurement and control purposes, such as, for example, there is a device called tachometer. التاكوميتر عبارة عن جهاز يحول، لو كان عندي هذا عبارة عن جهاز ميكانيكي يدور بسرعة معينة، سرعة دورانية معينة نسميها أوميجا، 50 لفة في الثانية، 60 لفة في الثانية، نوصل على الشافت حقه على العمود الدوار الجهاز هذا التاكوميتر اللي يحول الدوران هذا إلى فولتج. ناخذ الفولتج هذه ونستخدمها كمقياس للسرعة، أو نستخدمها للتحكم إذا السرعة تغيرت عن السرعة المحددة، بحيث أنه الفولتج هذا يستخدم إما للتحكم أو لحساب الشيء الذي نريد حسابه. الشيء الكاتيجوري الثاني غير الترانديوسرز حيكون عندنا الفورس producing devices. مثل relays، مثلا عندنا ايضا electromagnets. راح نتطرق بشكل مختصر لهذه الانواع. in general force producing device عبارة عن، حيكون عندنا كويل، والكويل هذا فيه هنا ايرون
في داخل الكويل أو كبر واند ملفوف حول ايرون كور. في هنا عندنا مثلا سويتش معين وسبرينج هنا موصل ل نايف سويتش مثلا، بحيث انه لما اوصل سورس على الكويل هذا التيار يؤدي الى مغنطة الكور هذا، يتمغنط ويولد، وحيكون حوالينا فلوكس، هذا يؤدي الى جذب السويتش الى تحت، بالتالي يقفل الدائرة الثانية اللي هي هذه، يقفلها. ممكن الدائرة الثانية هذه موصلة بسورس ثاني، والسورس هذا موصل على مثلا لمبة. فالفورس بروديوسينج ديفايس هذا هو ريلي أو كونتاكترز بعض الأحيان تسمى على حسب الريتنج. فهي عبارة عن magnetic field يولد force. السولونويد actuators كمثال هنا هو عبارة عن كذلك، هنا في iron حوالين الايرون فيه سلك من النحاس ملفوف حوالينه. ممكن يكون عندنا هنا بطارية، نقدر نقول هنا في سويتش، مثلا هنا لو وصلنا البطارية على، لو قفلنا السويتش هذا حيمشي تيار يولد مغناطيس في داخل الايرون هذا، الايرون راح يجذب، هذه عبارة عن كذلك ايرون راح ينجذب للاعلى، مما يسمح بمرور، هذه ماسورة يمشي فيها فلد ماء او سائل معين، لما يجذب الكور هذا الايرون كور يجذب الموفبل بيس هذه تنجذب للاعلى، مما يؤدي الى مرور الماء او السائل. فهذا يسمونه اكشويتر، سولونويد اكشويتر، وله أنواع متعددة، لكن هذه مجرد اختصار للكونسبتس. الكاتيجوري الثالث عبارة عن devices for continuous conversion. اللي هي الموتورز و الجنريتورز، محركات والمولدات. وهذا حيكون محور حديثنا حول النوعين هذه في هذا الكورس.